أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد في الأثر ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، فقيل إن ذلك هو اسم الله الأعظم، فما توجيه ذلك؟ نعم، ورد وصح قوله صلى الله عليه وسلم: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، ما أنه اسم الله الأعظم. الله أعلم، اسم الله الأعظم استأثر الله بعلمه من أجل أننا لا نقتصر عليه. لو بينه لنا يمكن كثير من الناس يقتصرون عليه. الله جل وعلا يحب أن يدعى بأسمائه وصفاته ولا يقتصر على بعضها. نعم.